Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sager. Weh, ajuh ri. Alhamdulillah. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. Hai. Nggih. Emang enggak rasain terus. Oke. Ibu Fitri. Masak utuh. Aja di trepay ya. Ayo. Satu logat satu tas satu. La quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin kiram anu kusum abdi dihormati kesepuhan Kyai Haji Tina Rogong, mudah-mudahan anjeunna sing ditambih-tambih dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana sami anak rombongan. Jadi alhamdulillah anu setiap dina saminggu sakali nyaeta dilaksanakeun minggu malam Senin abdi sadayana sok mayakeun tawasul. Intina mah silaturahmi diisi ku tawasul ratib sareng marhaba adi billahi samiul alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samiul alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samiul alim minasy syaithan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. مؤمن المهيمن عزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تخاف عليه. سبحان الله عز الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. يا لطيفا بحركه. يا عبير. يا لطيفا بحركه. يا عليما بحركه. يا خبيرا بغيبه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. يا لطيف يا عليم. فلم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيف لم يزل لا إله إلا الله. 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 اللهم صل على على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب البعث وارث بني سالم عالم الكائن وبين والزائل وذاهب يسابئه الآفل والمائل والضال والغارب ويواهده الناتق وصامد وجامد ودائب يضرب بأرض ساكت ويسكن بفضله ضارب. لا حكيم ودهر بديع الكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخ وعدم وعدود وعروق وجلد وشعر ودم من نتب مختلف متراكب مما يلافق يخرج من بين السلب والترائب. لا إله إلا الله بساط الخلق بسلطان كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. تائبون هل من طالب حاجة فأنير المطالب فلا رده دامك يا ملك الدام وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائف نفسه يعاتب وآبك من الذنوب لا يهارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النار ديون الغياهب فيعودوا وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا فسبحانه وتعالى من ملك جد النور النبي صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يلوق آدم من اللازم ورد برو على الأشياء وقل هذا سيد الأنبياء وأنجل الأسبياء وأكرم الحبائب. الله قيل وآدم قال آدم نير على المراتب قيل نوح قال نوح يغزو من الغراق ويهلك من ظلمه من أهل المقارب قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجة عبر الأصنام والكواكب قيل وموسى قال موسى هو لكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي النبوة كالهاجر قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبس خلة وقار وتواجده بتجان محبة والابتغار ونشرت على رأسي الصائب قال هو نبي استعارته من القالب يموت أبوه وأمه ويقبله جد ثم عمه شقيق أبو طالب. الله اللهم شوزي باز الأرقام أراقي لهب المالك وهاب حتى نزر إلى جمل بلا شد ولا هجاب فلما يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهان والبشارات فإن النور مسون وسر المكنون ألا جدوا قبل الوجه الأشياء وإمدى الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة. صلوات الله عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا أشرق القلوب بيد مرحبا بوجود المصطفى مد مرحبا ولأهل القال أنس مرحبا وسرور قد تجدد مرحبا يا نبي فاضربوا أهل المساني مرحبا بشار اليمن غرد مرحبا واستضيء بجمال مرحبا فاقبل حسني دفرد مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا ولنا البشرى ليس ينفد مرحبا حيث أوتينا عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 بوجود المصطفى مرحبا يا رسول الله مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جل وبلغ كل مقصود مرحبا رب بلغنا بجاهه مرحبا في جوار خير dan marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya da Husaini, marhaban wa salatullahi ta'ala, marhaban asrafa rusli Muhammad, marhaban wa والعين يتجلى مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا دار حسيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين ربي آمين صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين واغرم آمين وابلغ المترانا آمين من صلاتي وسلامي آمين صلى الله آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقريبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه تبارك وتعالى نسبه رسوله اجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين جنة الله يقبل ما يستوي الشفاعة ويجعل لنا من الخطر فتح اللهم برحمتك هدنا من كريم عليه وسلم سبحانه من كريم اجعلنا من خير امته وسنة بدانين حرمته وسنة بدان سنته واستعمل سنتنا في مده سنته واحنا كما سنة وبسنته وتعاته وامتنا الله به وجماته اللهم اجعلنا معه الجنة فإنه أول من ينسى اللهم لا تجعل في المسجد هذا أهلا إلا وسعت في شرطة باطنة تبابا مع صدقة بين وإنه مكرة أجبه الله إنه كان معنا في سنة المالية بمن من هو قد من الشركة وليامك بك من الذاكرين وهنا بطاعتك من الشكور وإذا خطفنا طافنا فهي مختم على مخدولين واختم لنا منك بأخوي خير أزمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واصرف عنا شر مصيب الدنيا والله كريم لنا شافيا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيق آمين آمين شربة هانية آمين يا رب العالمين آمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا والمشينا والمؤمنين وسندري بابا الترابين وسندري ما يسير آمين يا الله يا رب العالمين ذاتهم الجنهم الشفاطين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعنهم اللهم انزل عليهم الرحمه والرضوان والسمة والنجاة منهم نيران والنجاة منهم نيران والنجاة منهم نيران اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم فات نيران ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربي يسر ولا تعسر بزدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا انك تسمع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara tawasul atau haul orang tua kami sudah selesai ya. Tadi kita pembacaan ratiban bersama dengan Majlis Silaturahmi dari pengajian dan pembacaan tawasul ratib yang memang ini diadakan dari salah satu jamaah yang memang rutinannya biasa diadakan setiap malam Senin ya, itu di salah satu kampung yaitu Sindalengo. Nah kebetulan pada malam ini diadakannya di tempat saya yaitu di kampung saya karena memang sekalian untuk haul orang tua itu bersama dengan sang kakak lah, intinya gitu, punya niatan itu sahabat-sahabat Chanel Aa Zay. Nah ini kita acaranya sudah selesai ya, acara sudah selesai, kita sedang ini nih, biasalah kalau di sini tradisinya seperti ini. Jadi setelah kita mengadakan ratib atau tahlil atau haul dan sebagainya, langsung ada yang namanya berkat lah, kata bahasa sini berkat. Itu seperti itu sahabat-sahabat Chanel Aa Zay. Ini jamaah dari sana ya, ibu-ibu. Nah, sekali alhamdulillah pada malam ini jemaah-jemaah yang hadir sudah pada datang ya. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat Chanel Aa Zay. Tadi kita sudah mengadakan ratiban bersama dengan jemaah dari Majlis Silaturahmi. Oke, hatur nuhun. Siap. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan acara dari Chanel Aa Zay malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.